برحب بحضراتكم مرة تانية من بعد الفاصل. كل سنة وانتم طيبين. احنا في العيد الكبير، يعني عيد اللحمة، معظم الأسر في العيد الكبير وجباتهم وأكلاتهم على السفرة بتبقى مليانة بأصناف من اللحمة اللي ملهاش أول من آخر. طبعا الوجبات والأصناف دي ممكن تكون مضرة وتسبب زيادة ملحوظة في الوزن. احنا مش جايين نقول الكلام ينكد عليكم، لكن عايزين نعرف نوظف اللحمة ازاي في العيد في أكلات صحية وسهلة وبسيطة. احنا كده كده هناكل وكده كده هننبسط، لكن نعمل ده ازاي من غير ما نأذي نفسنا؟ الأسئلة دي كلها هتجاوب عليها بالتفصيل ضيفتنا الكريمة الدكتورة منال عز الدين، أخصائي التغذية اللي منورانا في الاستوديو. صباح الخير عليكي، كل سنة وانتي طيبة. صباح النور على حضراتكم، وصباح الورد والياسمين على كل المصريين الحلوين اللي بيتابعونا، وكل سنة وانتم طيبين. أنا حضرتك بألف خير، يعني هناكل هناكل، مش بنقول لا، كلنا هناكل. سفرتنا في العيد بالذات انه العيد الكبير بيبقى 4 أيام، الاجازه ممتده اسبوع، فمكملين بقى اكل كل يوم لحمه. هل ده طبيعي؟ اول حاجه عايز اسالها لك. هو زي ما حضرتك قلتي كلنا هناكل لحمه، ولكن الكميات بتفرق معانا. يعني احنا زي احنا اجازه والحاجه موجوده وهناكل، نقسم على الايام. يعني مش لازم اول يوم تبقى المائده فيها الرقاق والممبار والكوارع والاصناف العديده دي، احنا حتى مش هنعرف يعني ناخد كل صنف وناكله على مهلنا ونتذوقه جيدا. فخلينا متفقين ان النهارده كل البيوت عامله الفته، والفته من الاكلات اللي مرتبطه معانا بمناسبات كتيره جدا، اعياد. يعني توم بالظبط، والفته والتوم، وتوم من الحاجات الصحيه. ست البيت بقول لها وانت بتعملي الفته يا ريت نعملها خفيفه. نعملها خفيفه ازاي؟ احنا هنسلق اللحم، لازم هنسلق اللحمه طبعا. ناخد الشوربه ونستبعد وش الشوربه، بلاش نشتغل بوش عشان نسبه الدسم، لان الدسم جاي في حاجات تانية، جاي في اللحوم المختلفه. اللحمه يفضل تكون يا مسلوقه يا مشويه. يعني اللحمه لما بتكون مسلوقه كمان لاصحاب امراض الضغط الدم المرتفع والكوليسترول والقلب، بيكون اختيار اللحمه المسلوقه هو الاختيار الافضل. افضل من المشوي؟ لا، والمشوي طبعا معانا يا فندم افضل من المحمره. من المحمره افضل طبعا، من اللحمه المحمره، واللحمه اللي ممكن تكون في وسط طاجن، الطاجن يعني فيه نسبه دسم محترمه. فاحنا بنفضل اللحمه تكون يا مسلوقه يا مشويه، دي الصحيه لجميع افراد الاسره. خلينا النهارده هناخد الفته وناخد جنبيها حتتين لحمه زي ما ذكرت، ممكن يكونوا النهارده مسلوقين، احنا كلنا بنشوي تاني وتالت يوم العيد، ويكون جنبيهم طبق سلطه. طبق السلطه من الحاجات الجميله جدا الغنيه بفيتامين سي، اللي بترفع كفاءه امتصاص الحديد اللي موجود في اللحم. للاسف الناس واخده فكره ان اللحمه حاجه بترفع الكوليسترول طول الوقت وبتعمل لنا مشاكل صحيه، هي بتعمل كده لما بناكلها بكميات كبيره، ولكن اللحمه قيمتها الغذائيه عاليه جدا، يعني غنيه جدا بالبروتين اللازم لبناء انسجه الجسم المختلفه، فيها الحديد اللي بيحمينا من الانيميا، فيها فيتامين بي 12 اللي بيحافظ على شكل كرات الدم الحمراء ان يكون شكلها طبيعي ومنتظم، فيها السيلينيوم والزنك اللي بيرفعوا المناعه. فاللحمه من الحاجات الكويسه جدا، ولكن في زياده الاستهلاك بتسبب مشاكل. وجود الميه على مائده الاسره من 2 لـ 3 لتر، يعني انا عايزه النهارده نشرب ميه بقدر المستطاع، لان الميه بتعمل ووشنج للجسم وبترفع كمان من كفاءه الحرق، لان النهارده في حاجات سعراتها الحراريه صحيح عاليه جدا. في بعض الناس بتحب النهارده تاكل الكبده واللسان والمخ والحاجات الجميله الشهيه دي باعتبارهم افضل اول حاجه بتاكل. بالظبط، وما بتحتاجش ان هي تساب حوالي 6 ساعات عشان نتخلص من عملية التيبس اللي بتحصل في اللحم. ده سؤالي. اتفضل. والله اتفضل يا فندم. ناس كتير جدا جدا مش عارفة المعلومة دي يا دكتورة، قصة التيبس اللي بتحصل في اللحمة. المفروض ان احنا نذبح سواء عجلة او خروف او كده، ويفضل 6 ساعات تحت مروحة، صح؟ ده هو اللي بيحصل، ان الحيوان اول ما بيتذبح بيحصل له حالة من التيبس. ده طبيعي اي حيوان في الدنيا، بس كلنا بنذبح ونحط في الفريزر او التلاجة. للاسف ده بيكون نتائجه مش كويسة على اللحمة من حيث الصلاحية والطعم. يعني نذبح ونخلي اللحمة بره؟ ونخلي اللحمة بره، لو في امكانية حضرتك ترصها في التلاجة على درجة حرارة التلاجة مفيش مشكلة، في امكانية ان المكان يبقى فيه تكييف او على السفرة فوقيها مروحة، ده بيكون مكسب علينا احنا، نتيجة ان الكولاجين بيتحول لحامض اللاكتيك، حامض اللاكتيك بيرفع من صلاحية اللحمة، بيخلي طعمها حلو، بيخلي اللحمة طرية، مذاقها كويس،
ما تشدش. للأسف أسر كتيرة تجيب اللحمة وتطبخ بشكل مفاجئ وتقول اللحمة بتاعت العجل أو الخروف طلعت شدة، طلعت ماسكة شوية، بتاخد وقت على النار بزيادة. طب وليه فينا يذبح 6 ساعات ويقعد سايب اللحمة؟ ما احنا نبتدي بقى حضرتك، نقدر نبتدي مثلا بالكبدة، نبتدي بالحاجات اللي احنا ذكرناها دي وناخد. أنا بقول اللي حابب يعمل كده بيدي طعم وصلاحية. طيب. أفضل لا الأفضل. تاني بقى عشان نركز في الحتة دي كويس قوي، احنا بعد ما نذبح على طول ما ينفعش ناكل أو نحطها في الفريزر. عشان الكولاجين بيتحول لحامض لاكتيك في فترة الـ6 ساعات. فنسيب 6 ساعات اللحمة كده بره ترتاح. ننظفها الاول طبعا وبعد كده نحطها بره. احنا اللحمه ما بتتغسلش بشكل مباشر الا الجزء اللي احنا هنطهيه، يعني حضرتك هتخزنيها يبقى فوطه نظيفه بنجفف بيها اي اثار للدماء وتتشال في الفريزر بعد الفتره اللي انا قلتها لحضراتكم. وتقطيع اللحمه ما بيفضلش ان احنا نشيل اللحمه قطع، يعني يفضل مثلا تكون القطعة حوالي كيلو لو هنستخدمها، لأن طبعا اللحمة بتتخزن من 3 لـ6 شهور، وأكيد يعني ما فيش حد هيخلص كمية اللحمة دي حتى على مدار أسبوع. فإحنا لو هنخزنها لفترة شوية طويلة أكتر من 3 شهور ياريت القطعة تبقى كيلو في الكيس، وبعد كده ست البيت لما بتيجي تستخدمها بتقطعها. لكن عادي إن إحنا نبتدي بالكبدة على طول؟ لا، ما بتحتاجش حضرتك الـ6 ساعات. الكبدة والمخ والطحال واللسان والحاجات اللذيذة الشهية دي لا ما بتحتاجش، بس نخلي بالنا إن هذه الأجزاء مرتفعة جدا في نسبة الكوليسترول والدهون. ده سؤال حلو قوي، أنا بحيك عليه مصطفى، لأنه فعلا ناس كتير قوي كانت بتقول، أو أنا من الناس اللي بشتكي على طول من فكرة اللحمة مختلفة من حاجة لحاجة من مرة لمرة، فممكن ده يكون سبب طبعا مباشر. كمان في نقطة حابة أقولها للسادة المشاهدين، لما نيجي نخزن في الفريزر في نهاية على العصر بقى كده مثلا أو الظهر على حسب الناس ما ذبحت وسابت 6 ساعات، التخزين في الفريزر إحنا ليه بنكبس الفريزر؟ مفيش مكان. مفيش مكان للأسف. بنحط الفريزر بيتكبس جامد جدا، دورة التبريد يعني الفريزر مكتوم نفسه مش قادر يقوم بدورة التبريد بشكل كويس جدا، فبالتالي بيظهر فساد للحمة، بيبان ان ريحة اللحمة بتغير، ما بتتجمدش، اللون الأخضر والأزرق والألوان الغريبة دي بتبتدي تظهر معايا على اللحمة. فمن الحاجات المهمة جدا اللي هو نعرف ازاي بقى اللحمة بايظة، اللون لما يتغير، أولا الريحة طبعا بنلاقيها مزلقت، اللون يبقى أزرق مخضر رمادي، لأن اللحمة السليمة الجميلة لونها أحمر وردي، وحتى اللي هي بتبقى لسه مدبوحة العظم حضرتك هتلاقيه لسه محمر من جوه عشان الدورة الدموية صحيح. كانت لسه شغالة من ساعات قليلة، فهتلاقيه دي مقاييس اللحمة اللي هي تبقى طازة والفريش وتشال المفروض بالشكل ده. طب دكتور حضرتك دكتور التغذية، يعني أنا عايزة أفهم الدهون اللي بتبقى في اللحمة دي هل أسيبها وأنا بطبخ ولا أتخلص منها؟ هو اولا جسمنا محتاج لنسبه من الدهون، لان احنا عندنا كتير من العمليات الحيويه بيلزمها الدهون، يعني 60% من خلايا المخ عباره عن دهون، في فيتامينات كتير محتاجه تدوب في الدهون زي فيتامين A وفيتامين D، ولكن كميه الدهون الكبيره المبالغ فيها بتكون ضاره، الشيء لما بيزيد عن حده بينقلب لضده، يعني خلوا بالكم ان اللحمه فيها دهون غير مرئيه، يعني في نسبه دهون حضرتك حتى تقدري تلاحظيها في قطعه اللحمه، احيانا بيبقى متخلل فيها الدهون زي قطعه الرخام كده. انا بقول للناس نشيل قطعه الدهون الظاهره، يعني في حته بتبقى او تجنبها اثناء الاكل، اتجنبها اثناء الاكل، ولكن لو في حته صغيره مثلا في وسط اللحمه دي مفيش مشكله ان انا اكلها. الشوربه احنا هنشيل اللي هيطفو معانا، بس ثقي ان الشوربه برضو فيها نسبه دهون ما طفتش لسه معانا، فاحنا نسبه الدهون كده كده ما تقلقوش احنا بناخدها، ولكن الشروط اللي بقولها هي بنقلل من نسبه الدهون عشان ما ترفعش عندي الكوليسترول. وبرده لما بنيجي نعمل الرقاق يا ريت برده نشيل وش الشوربه، لان كل المواد المصريه عليها النهارده اكيد رقاق وبكره، وبنرجع نشتكي في اخر اليوم. للاسف ان كميه اللحمه الكتيره اللي بناكلها بتسبب لنا عسر هضم واضطرابات هضميه، المشكله مش في اللحمه، اللحمه عشان ناكلها وتستريح بتاخد هضم من 6 لـ8 ساعات. فحضرتك بتلاقي الناس فترة الصبح مثلا الساعة 10 وعلى الساعة 3 لسه ما عداش الزمن بندخل حاجة تانية، وممكن لو حاجة متبقية بقى من الغدا ما فيش مشكلة نتعشى بيها.
المشكله بتيجي من هنا، وعسر الهضم والاضطرابات الهضميه بتيجي من هنا. طب ياكل معاها ايه؟ يعني انا النهارده باكل لحمه وانا عارف ان هي ماده صعبه على المعده. بالظبط. اخد معاها ايه جنبها يسهل الهضم؟ عشان برضو حضرتك قلت الرقاق، في ناس هتحط جنب اللحمه رقاق، وتحط جنب اللحمه ممبار، تحط لها جنب اللحمه لسان كبده، فانا طبعا بزود الهيدك على على المعده. طبق السلطه، شرب الميه، المشروبات الصحيه بقى، عايزه ليمون، عصير ليمون حلو، النعناع، شاي اخضر، جنزبيل، المشروبات الطبيعيه، ونبتعد تماما عن المشروبات الغازيه اللي بتسبب مزيد من الاضطرابات الهضميه. النشويات نعمل ايه؟ نعم، النشويات، النشويات كمان نحاول نقللها بقدر الامكان، لان انا عندي جرام النشويات الواحد بيديني 4 سعر حراري، البروتين بيديني 4 سعر حراري، الدهون بتديني 9 سعر حراري. فالنشويات يعني احنا لو قلنا مثلا طبق فيه، يعني انا مش عايزه اتضرب بس من الساده المشاهدين، المفروض من 4 ل6 معالق فته، ولو حطينا جنبيهم شويه سلطه وقطعتين لحم وممكن حته رقاق صغننه، خلاص حلو قوي كده. انا بيتهيألي حلو قوي كده. كمان واحنا بنحلي نحلي بفاكهه مهضمه، بلاش الحلويات الشرقيه، وبلاش الحاجات ممكن زي الجاتو والحاجات دي كلها، دي بتسبب مزيد من عسر الهضم. فاكهه مهضمه زي ايه؟ عندنا البرتقال، عندنا الكيوي، عندنا التفاح المصري بتاعنا، عندنا البطيخ، يعني احنا في موسم صح. البطيخ، البطيخ من الحاجات الجميله جدا وغني جدا في الميه، 90% منه واكتر عباره عن ميه، وغني بمضادات الاكسده وفيتامين سي والالياف اللي بترفع من كفاءه عمليه الهضم، فالبطيخ اختيار ممتاز جدا النهارده بعد الغداء. كمان من الحاجات اللي مهمه جدا والساده المشاهدين بكره هنلاقيهم بيعملوها وكلنا، الشوي. الشوي من الحاجات اللذيذه. هو الصحي طبعا ان احنا نشوي على البوتاجاز او في الفرن او الشوايه الكهرباء، ولكن احنا كلنا بنحب ريحه الفحم وبنحب طعم الفحم في الشوي، ويعني بنتنافس مين اللي يشوي احلى وقطعه اللحمه تطلع احلى. انا بس مشكلتي مع الفحم ان احنا اول ما بنولع الفحم الساده المشاهدين بيروحوا حاطين عليه اللحمه بشكل مباشر. خطر جدا. خطر جدا. اول حاجه ما يتحطش الماده الغذائيه على الفحم بشكل مباشر، يعني تبقى ملاصقه مباشره. لازم بعيدة للفحم. تبقى هادية. لازم على ارتفاع حوالي الشبكه نحطها 15 سم. كمان امتى احط الشبكه؟ لما الدخان الابيض اللي موجود ده اخلص منه، لان الدخان الابيض ده عباره عن اول اكسيد الكربون، طبعا ليه تاثيرات ضاره جدا على صحه الانسان. ابتدي احط الشبكه السلك وعليها الماده الغذائيه لما الفحم يبقى احمر وجمر. لما الفحم يبقى احمر وجم بتقل نسبه الابخره الكربونيه الضاره على صحتنا. طبعا اللحمه بتبقى متبله قبليها يفضل ب 24 ساعه لنواحي صحيه، ونواحي طبعا برضو في الطعم والمذاق والطراوه، لان طبعا بنتبلها بميه البصل والليمون، الحاجات دي غنيه جدا بمضادات الاكسده اللي ممكن تقلل من التاثيرات الضاره اللي موجوده لابخره الفحم. يا ريت كمان واحنا حطينا، طبعا اللحمه المشويه بيفضل انها تكون مثلا من عرق الفليتو او الانتر كوت او ممكن بيت الكلاوي، الحتت دي بتتميز بانها من افضل قطع اللحوم. ما افضلش طول ما انا على الشوايه قلب، يعني هي لو الحته اللحمه من المناطق اللي انا قلتها مش هتاخد اكتر من تلت ساعه، فهي يا دوب التقليبتين، وبعد كده ما افضلش ادوس عليها بالشوكه بحيث انها تنزل العصاره، العصاره دي بتساعدنا ان هي تبقى طريه وجوسي وحلوه. كمان ما احطش في التتبيله ملح، لان الملح بيخلي اللحمه تاخد وقت اطول على النار وتنشف على النار لانها بتنزل العصاره بتاعتها. ويا ريت يكون مع اللحوم المشويه البقدونس، لان البقدونس بيقلل من تراكم الدهون على الاوعيه الدمويه وبيرفع من كفاءه الهضم، وطبعا غني بالمعادن وغني بالفيتامينات. ويا ريت جنب الشوي طبعا طبق السلطه، سلطه الزبادي، سلطه الطحينه، سلطه خضار مع العيش البلدي الجميل بتاعنا. يا ريت بلاش بقى تاني يوم يبقى في مثلا مكرونه بشاميل جنب المشويات او رز، يفضل يكون العيش البلدي، وطبعا مع الاهتمام بشرب الميه. طيب دكتور، كلنا وانبسطنا وكل حاجه، بعد 4 ايام بنقف على الميزان نلاقي نفسنا زدنا اكتئاب بقى. عشان نتجنب ده، ايه اللي احنا ممكن نعمله في خلال اليوم يخلينا نحرق اسرع، نهضم اسرع؟ ايه اللي ممكن نعمله؟ هل مشي ما اعرفش الحركه يعني. بركه، يعني زي ما حضرتك بتقولي نتمشى نتحرك،
نعمل اي نشاط، ننزل نتمشى شويه، بلاش ناكل وننام بشكل نتعشى مباشر. وتمشى، ايوه بالظبط، مثل ما ننامش بشكل مباشر بعد الاكل، بلاش الاكل التقيل بالليل لانه ملهوش فرصه انه يتحرق. يعني انا بفضل ان الوجبات اللي احنا ذكرناها انها تكون على مائده الغداء، الغداء مثلا يكون 3 4، بحيث ان انا مثلا بنام الساعه 10 11 يكون في فرصه انها اتهضمت واتحرقت. فدي بعض النصايح اللي احنا كنا حابين نقولها النهارده. وحابه اقول كمان الناس بتحب الكوارع، واحنا مش جايين نمنع حد من الكوارع برضو، والممبار والحاجات دي مفيدة فعلا الكوارع جدا جدا جدا، قيمتها الغذائية عالية جدا، والناس واخدة فكرة ان سعراتها الحرارية عالية. عايزة اقول لحضرتك هي سعراتها الحرارية اقل من الكبدة والمخ واللسان والحاجات دي كلها. طبق الشوربة تقريبا 135 سعر حراري. عايزة اقول لحضرتك يعني فيها الكالسيوم وفيها المغنيسيوم المفيد لصحة العظام، فيها الكولاجين المفيد لنضارة البشرة والإشراقة للباحثات عن الجمال، طبعا بتدي طاقة عالية جدا للعظم والمفاصل. بالظبط، سحر سحر سبحان الله. فهي من الحاجات، بس اهم حاجه انها تتنظف بشكل سليم، الممبار يتنظف برضو بشكل سليم، ويا ريت الممبار نكتر الخضره شويه عن الرز والكربوهيدرات اللي موجوده، ده بيكون صحي اكتر. طبعا الحاجات دي لازم تتغسل كويس بالدقيق والملح، ويفضل انها تتنقع فتره في الدقيق والملح والخل قبل كان الاستخدام. كان في دكتور الماني من المانيا، وكنت كان ليا واحد صديق راح هناك يعمل عمليه، فكان بيقول له انتوا عندكم كمصريين حاجة كلكم بيحصل لكم إصابات في المفاصل وبتاع وبترجعوا بسرعة جدا، قال بسبب الكوارع. من الحاجات الجميلة جدا ومفيدة لجميع الفئات العمرية. ده حقيقي جدا، يعني جميع الفئات العمرية والسيدات والرجال مفيدة جدا ليهم. ومن الحاجات يعني في بعض الناس بتتخلص من هذه الأجزاء، لا احنا نهتم بيها ونغسلها. هو نفسه قال كنز. بالظبط، نهتم بيها ونغسلها ونقدر نطهيها بشكل جيد، ويكون معاها برضو ايه طبق السلطه عشان الالياف والفيتامينات. لو بنتكلم على الكوليسترول، الكبده مثلا حضرتك قلت لي فيها، نتخلص ده نقدر اللي فيه طريقه طهي معينه، ولا هي هتفضل الدهون؟ ما هي الكبده اصلها مالهاش طريقه طهي، يا بتشوي يا بتتحمر. فطبعا اللي عايز ياكلها بطريقه صحيه هنحاول نشويها نتخلص شويه من نسبه الدهون، ولكن طبعا اغلب الناس بتاكلها محمره وحاجات زي كده بيكون فيها نسبه الدهون عاليه. كمان انا عندي من الاكلات اللي مرتفع في دهون اللسان والمخ والكبده، الناس تخلي بالها جدا من الحاجات دي. يعني هندوق بس يكون بمقدار قليل، يعني ما نقعدش ناكل بكميات كبيره جدا في الحاجات دي، عشان الحاجات دي بتسبب لنا مشاكل صحيه. من الحاجات برضو اللي حابه الفت نظر الساده المشاهدين ليها، ان كفايه ناكل يومين الحاجات دي، يعني اول وتاني يوم، مش لازم الاربع ايام العيد، احنا مش داخلين معركه. يعني برضو نسيب مجال للخضروات، نسيب مجال للفواكه، نسيب مجال للاكلات التانيه العاديه اللي بناكلها بره العيد. فده كله بيكون مفيد لصحتنا عشان ما نحسش بأي متاعب صحية، زي أستاذتنا الجميلة ما كانت بتقول بنكتئب بعد العيد وزيادة الوزن. عارف حضرتك لما بنزيد كيلو على الميزان واحد، معنى كده أن أنا خدت 7500 سعر حراري أعلى من احتياجات الغذائية، اللي هي ممكن تبقى 2000، فانا خدت 9000 مثلا. بالظبط، يعني على عشان ازيد كيلو واحد يعني على الميزان خمسه تقريبا، خمس اضعاف. عشان ازيد كيلو، يعني اللي بيلاقي نفسه بعد العيد زاد 2 3 كيلو على الميزان، اضرب بقى ده يضرب 7500 في عدد الكيلوات. يعني احنا ما كناش خدنا الحاجات الزياده دي ما كانش يحصل لنا حاجه. على كل حال احنا يعني حضرتك اديتينا كده طرق تيبس اند تريكس زي ما بيقولوا، ازاي ناكل براحتنا من غير ما نكتئب، بس في نفس الوقت ناخد بالنا. يعني دكتوره منال اديتنا في الحقيقه وصفه سحريه. كل الشكر ليكي دكتوره منال عز الدين، اخصائي التغذيه، نورتينا، وكل سنه وانت بالف خير وصحه. وحضراتكم طيبين، سعيده اني كنت معاكم النهارده وعيدت على كل المصريين من خلال صباح الخير يا مصر. كل سنه وانتم طيبين.